يعني 0.9% NA0. أنا هون ما تقدر استخدم البوينت في طريقة من طرق التعبير عن التركيز. أشقل الكافئ بالمولار 0.154 مولار أو مول بير ليتر. يعني الـ ISO إنت الـ ISO هي الـ freezing point depression change بالـ freezing point على الـ concentration التركيز المولاري. طبعا هي قيمة ثابتة، يعني أشهر المكان ما أقول 0.9% NaCl هو يكون محلول آيزوتوني، كل مجموعة محاليل عنده قيمة ثابتة، لأن هو هذه التغير 0.52 هذا هو يعني ثابت. وتركيز المولاري هو هذا التركيز الفعلي اللي لازم، يعني هو التركيز واحد حتى أصل آيزوتونيسيتي، ماكو أكثر من تركيز. فهي بس قيمة، حتى قصدي أي مادة أحتاج أجي أقيس التونيسيتي مالها، تكسون الـ آيزو 3.4. هاي ما أحجي بشيء حسابي، ما أحجي حساب، ما أحجي على حساب. هو الفكرة ما فيها أنه كل مجموعة مواد عند الـ ISO value ثابتة خاصة بيها. أشني هاي المواد؟ إذا كانت المادة يوني يونيفالنت إلكترولايت في المثال، أشني يوني يونيفالنت؟ يونيفالنت زرعين، بس يوني يونيفالنت واحدة مكافئة يعني شو؟ واحدة مكافئة NaCl، يعني دحين قدر NaCl هو اللي أحد الأمثلة لسه لا Na شحنا ما له plus one لوريد minus one يوني واحد، يعني التكافؤ ما له واحد إلى واحد كل الموارد. طبعا أيضا ليس للحفظ بس أفضل يعني أنه ناخذ بس اليوني يونيفالنت الامثله مالتهم بس، يعني هذا مطلوب بس الامثله مال اليوني يونيفالنت بس ما حد تعرف ايش هي النسخه. فالمواد اليوني يونيفالنت يعني صوديوم كلورايد ان اي سي ال كلهم يدرجون الال ايزو مالهم 3.4 مثل ان اي سي ال كوكاين او بس، يعني هذا الامثله ان اي سي ال كوكاين هيدروكلورايد صوديوم فينوباربيتات باربيتات مثلا اليوني دايفالنت يعني بس صوديوم سلفيت صوديوم موجب واحد سالب اثنين سلفيت ماينس 2 هاي يوني دايفالنت. فكل مجموعة من الالكترولايت حسب التكافؤ لها قيمة صنفوها ايزو فاليو بس هذا يعني مطلوب من البرو. كانت سنة تحفظ اليوني يوني يوني فالنت وانفلتات. وايش ما هي هاي القيمة يعني كذا ما تقول سؤال رياضي لكن هي ايش هي هاي القيمة ماشي ايش بتنحسب زي ما قال في البوينت بروجكت. إذا ما تريد تحفظ اليوني يونيفالنت فرض أي مجموعة منهم مع الأمثلة لا ربما أنت مجموعة واحدة مع الأمثلة تبقى أسهل شيء إيش تقصد أنت عملت بولا أنت عندك تعرف إيش نو داي داي فالنت زينك سلفيت زينك بلس 2 سلفيت ما نجي فمن هون يجي اشتقاق أو الاسم هذا دكتور يعني إذا يوصل هاي الأرقام يقوم يأثر هاي الأرقام أي يعني هي اللي من خلالها أعرف أشقد الأيزوت أشقد الكونسنتريشن اللازم. لا رحنا على هذا الشيء أفلام وأخرنا. زين أعرف ما يصير أزيد أفلام. هذا على الباقي على عضو ممكن أي هاي بارتوني، هاي بارتوني راح تكون غير يعني لازم يتخفض لا أقوى حالين هاي بارتوني يعني عادي أقوى حالات بس إحنا ما طرحناها يعني أقوى حالات هاي بارتوني أقوى اسمه هاي بارتوني سوليوشن اللي هو تركيز هاي ماله أكثر من 0.9% صراحة يعني الآن ما أذكر بس أشني حالات بس أقوى حالات معينة نعطي فيها هاي بارتوني سوليوشن بس كإن جنرال مثلاً حالات الديهايدريشن، حالات جفاف الخطير، البليدينج، نصير أكسيدنت، يعطون السلاين، نورمال سلاين، رجل محالي آيزوتوني الأديمة هايبرتوني تمام، ممتاز وهي هاي طبعاً واحدة من المشاكل، ما يعني بس واحدة من المشاكل ذكرتني، واحدة من زولان حتى هو عندي كثير مثلا بالدماغ في مشكله بنصير اديما اشبه المحلول يعني انت الاديما هي الخليه
تركيزها بيها قليل، يعني صار نتيجة تروما، نتيجة شوك، فا ما أقول الواقع كله مغلط وجوه أو يجيب النفخ، هاي هي القديمة. فأنت أنت محلول هايبرتونيك تجبر هذا السائل يخرج. فأكو أكو حالات. ترى عندنا ثلاث حالات، عندنا DKA يعني هاي الطبيعة. DKA هاي الطبيعة. الصبية هايبر يعني لأن راح يصير الصبية يحصل فيها الدفاع راح يحاول. تمام. خفف الضغط راح يسحب المحلول يجبر. عيد المويه طلع عندنا الايزون بحاله الجروح يعني بالحالات بريدنج ديهايدريشن جفاف الدياريا اللي هو ايضا ديهايدريشن هاي حالات ايزوتوني مثل ما ذكرت القديمه بها هايبرتونيك لما احنا نريد نسحب السائل من دكتور هاني هو مثل داي يوني غير المفروض بينات التكافؤ يعني يوني يوني تكافؤ هو تكافؤ ايش داي يوني داي من داي يوني بيلو زينك كلورايد ZnCl2 Zn plus 2 يعني اليونيون الكلورايد هو بحد ذاته ماينس 1 مضروب بال بس هو متكاثر لكن ك يعني تصنيف الالكترولايت حسب نوع ال يعني واحد داي اثنين يوني شحنة الكلية شحنة الكلية تعادل بس اكيوني داي اكو داي يوني شنو الفرق بيناتهم؟ ايه ما حسب الايجي يجي بالبداية؟ ايه بالبداية نعم اكو يوني هاي يعني هاي مهمة method of adjusting tonicity هاي بها يعني جزء رياضي كان جزء يعني على طفلتهم يجي واحد واحد من الطرف راح يجي عليها فشوي يركزوا معاي بيه ما صعب جدا بس ما هذا بس واحد يركزوا هسه طب اول شيء حكينا عليه انه كان determination of tonicity ايش عندي طرق؟ hemolytic method colligative property L-I-O هاي طرق القياس هسه انا عندي محلول حضرته ماده دوائيه حضرته ماده صيدلانيه معينه ايش هي وين الفكره بالموضوع؟ انت على سبيل المثال حضرت قطره ديكساميثازون هاي كيف موجوده مستخدميها الديكساميثازون كماده ربما انا الماده الفعاله كتركيز دوائي ايش قد احتاج 1% 1% تجي قطره 1% ديكساميثازون زين ال 1% ديكساميثازون ايش قد يعمل يعني ايش قد التونيسيتي ماله هو بحر بدون ما اخليه معاه يعني كماده فعاله ربما مثلا احنا ما نحتاج بوينت ما يكافئ 0.9% ان اي سي ال ربما يعطيني 0.2 هسه نجي عليها ربما يعطيني بس 0.2% لما المحلول بعده هايبوتوني ما صار ايزوتوني زين ما اظل اضيف ديكساميثازون اعمله مثلا 5% حتى اصل ما يكافئ 0.9% ان اي سي ال ما يصير ماده فعاله هذا دواء تركيزه يشتغل 1% لأن هذا صار عمل توكسيسيتي على مدى عمل ايزوتونيك عمل مادة سامة أو عمل ما منطق أحتاج أضيف ايزوتونيك سوليوشن مثلاً إن سي إل أو شيء آخر فإذا method of adjusting tonicity يعني how much we need adding sodium chloride or some other substance مو إلا إن سي إل ما تكون مفاقم على المحلول فممكن يكون ديكستروز أي مادة أخرى إيش قد أحتاج أضيف منها حتى اوصل التركيز حتى اصل بينه الى انه يكون ايزوتوني هاي ميثود اوف ادجستينج تونيسيتي ابو تو ميثودز الاولى هي من فكره والمبدا واحد فهمنا المبدا المبدا انه اصل الى هذا التركيز اللي هو 0.9% او اصل الى انه المحلول يصير فريزنج بوينت ماله ماينس 0.5 هاي المبدا مالي بس الطرق اللي ممكن اتبعها عشان اقيس هذا الشيء اكو طريقتين الأولى هي صوديوم كلورايد إكويفالنت ميثود أو سموها سعفجينة وين مكان اسمها كرايوسكوبيك ميثود هون إيش الفكرة مالتها أجي أدي صوديوم كلورايد أو أذر دم سبستان مثل ديكستروز إذا محلول حتى أصل إلى فريزنج بوينت ماينس 52 ويكون آيزوتوني الطريقة الثانية وحاجة أشرحها هسه بس كهيدلاين الطريقة الثانية مثل وايت فينسنت ميثود أي لا أضيف بس how much water should be added in sufficient amount to make the solution isotonic يعني أنا الفكرة الفرق بين الطريقتين أشخص خلاص اثنين من isotonic مادة لا ولا المادة خيال بالأولى أنا راح أقيس الايزوتونيسيتي مع المحلول الفعلي مع المادة أرجع على مثال ديكساميثازون أشخص هو أعطاني يعني
تونيسيتي مو عجبني، ايش حدا اعطاني تونيسيتي مثلا او بوينت 2؟ اذا ايش حدا احتاج اضيف بعد ما اغير حظ قطره من 10 مل، قطره 10 مل بيها 1% ديكسابيتازون، 1% ديكسابيتازون ما اعطتني فريزي بوينت. اذا انغاد هاي الماده بس اضيف عليها بعد ان اي سي او ديستروز حتى تصير التونيك محضره جاهزه للفاينل فوليوم. الطريقه الثانيه لا، احضر المحلول اقول مثلا ال 1% ديكسابيتازون بأي حجم، يعني انا ما بين حظ القطره هي 10 مل هو يكفي اشقد بس يعمل ايزوتونيك، هو يمكن بس 1 الى 2 مل فحظ القطره 2 مل هي يعني 10 حظ 2 مل هاي صارت ايزوتونيك، يعني انا حسبته هي الحسبه اللي راح يعيدها الحساب 2 مل اعطيك حظها تكون ايزوتونيك والباقي اضيف ووتر خلص او اضيف ايزوتونيك سوليوشن لان هو هذا خلص هو ايزوتونيك ثاني مو محضر بس الاول احنا نريد نقدم مواد تضيف عليه مواد لا تجهز الحجم. هسه توضح بالامثله الطريقه الاولى الصوديوم كلورايد صوديوم اكويفالنت ميثود او اسمه كرايوسكوبيك ميثود. احسن شيء نجيب يعني نشرحها بمثال هاو ماتش صوديوم كلورايد از ريكوايرد تو ريندر 100 مل 1.1% سوليوشن اوف ابومورفين ايزوتونيك بلاد سيرم. هون راح يعطون ماده يعني هذا ماده هي انستيتيك او ماده مخدره الى السيرم. هاي الماده حجمها 100 مل هي محطه خلص الطريقه الاولى هاي لانه انا ماده جاي لي هو 100 مل 1% ابومورفين. يقول لك علما انه ال 1% من هذا الابومورفين عمل فريزنج بوينت ديبريشن 0.08 زين. عشان احسب ايش قد احتاج اخلي فوقاته هاو ماتش صوديوم كلورايد ايش قد اضيف له NaCl. راح احل الطريقه وشويه تختلف عن اللي ذكرها هوني وبعدين راح اطلع طريقه الحل. اذا السؤال هو راح يجي طبعا ما راح يجي راح يجي راح طبعا هذا راح يكون من ضمن السؤال علما انه ال 1% من السوليوشن عطتك بس 0.08. ايش تقول انا الفاينل بوينت عندي اللي هو 0.8 بالضبط 0.052 ما نسمع مطلق ناخذه انا احتاج 0.052 حتى اصل الى هاي. انا عندي بس 0.052 - 0.08 0.44 زين. الحل جدا سهل بهذه الطريقه اللي هو نسبة التناسب. أنا عندي أعرف أنه 0.9 جرام من الـ NaCl تكافئ أشقد بالمية هي 0.9 جرام لأنه عندي هون 100 مل. هذا السؤال هو 100 مل من خلال 0.9% NaCl هو isotonic solution. هذا السؤال قيمة ثابتة أي محلول آيزوتونيك إيش قد يحتاج يكون تركيز الملح بينه؟ NaCl 0.9% يعني NaCl مرجع قيمة ثابتة. هو على الأقل إيش قد أضيف صوديوم كلورايد ما قال لي هون غير مادة راح نجي يعني غير مواد بس هو على الأقل NaCl إيش قد أضيف هذا تكتب NaCl 0.9 تكافئ 0.52 انا ما احتاج 0.52 احتاج 0.44 سهلة في بصر الطرفين وسبتها فإذا اشقد احتاج هذه المادة X فأضرب الوسطين في الطرفين فX تساوي 0.9 في 0.44 على 0.52 راح ارجع مرة ثانية. مادة دوائية أبومورفين هيدروكلورايد تركيزه 1% هذا ال 1% وجدوا أنه عمل فريزنج بوينت لورينج 0.08. إحنا المحلول قلنا إحدى طرق قياس الايزوتونيسيتي من خلال كوليجيتيف بروبرتي لازم يعمل لي 0.52 هاي مرجعية لا تخليها من أعوضها يعني حتى ما أعرف هو الفريزنج بوينت لورينج مال أي ايزوتونيك سوليوشن لأنه هو سيرم بلاد سيرم هو إحنا نشتغل على البيولوجيكال فلويدز
0.52 هو أعطاني من الـ 0.52 0.08 ممكن تيجي تقولها بطريقة أخرى عند أنا يعني تحل ممكن تقول أنه خلني أكمل الحل وأرجع ثلاث ناس ثلاث شرطات الحل وبعد ما أكمل الفكرة فأنا عندي من عملته achieve 0.08 فقط من الـ 52 أشخد باقي لازم أغير حتى أعمل freezing point لوري 0.52 minus 0.8 0.44 إذا أنا الـ high 52 راح أحول الـ apomorphine هون يكتب هاي عليها apomorphine حتى تعرف هاي هو اللي المادة الدوائية فعالة المادة الدوائية نفسها هي عندها osmotic pressure بس بحدة ما كافية ما وصلت إلى القيمة المنشودة 0.52 فراح أضيف لنا CL لأنه ما معقولي أنا أرفع تركيز الأبومورفين لازم أصل مثلا 5% أو 10% حتى أصل مادة هي دوائية تركيزها يجب أن يكون 1% أضيف مادة أخرى ما ذات فعالية دوائية فقط للوصول للنيجاتيف بروبرتي لو هذا ما عنده أي أوزموتيك بروبرتي قبل ما يحتاج يعني لو أجيب لك مثال بوريك أسيد قبل تقلي ديو تريك مثلاً تكتب بوريك أسيد كم راح تخلي 0.9% أو 0.9 جرام من NCL حتى لو قلت لك 2% بوريك أسيد 5% بوريك أسيد هو مادة act as solvent ما عنده أوزموتيك برجر هاي مادة عنده أوزموتيك برجر بس هذا ومن هذا التركيز دخلت علي التركيز انتهي أنا محكوم بتركيز المادة الدوائية إذا هذا منو راح يزيد دور NCL هو يجي الـ NaCl أنا لما أضيفه بحده على أي محلول أحتاج 0.9 جرام إذا بالتأكيد أحتاج أقل من 0.9 إذا لازم تخلي بالك خاف تحل تغلط بالنسبة للتناسب من تطلع عندك القيمة فوق 0.9 دفنت لك سنتي جرام لأن 0.9 هذا بحده خلينه على 100 ميل هو ينطيني إيزوتونيك سوليوشن أنا عندي جزء منه قابين الأبومورفين فإذا أعلى نسبة التناسب حالة ينطيني 0.9 بحيث أنه ماكو أوزموتيك برجر إذا ما كان أكو أي أوزموتيك بريشر فبس الـ هو الـ NaCl أضيف 0.9 هذا الشيء هون هو الشن هلا إن the freezing point table هو أشهر كأنه ممكن أعطاك جدول بتراك الوقت لازم أعطيكم جدول يقول بالـ freezing point table إنه 1% يعطي 0.58 طبعا لأن الواحد بالمية أعلى من 0.9 فبعيد عرفت شو مستوى لا عادي ما هو 0.9 ينطيني 52 1% جدول هاي ما تعرف والله هاي لو تستخدم هو استخدم واحد ليش اقلب هذيك انا ما اعرف الجدول هذه 1% اعطاني 0.58 يقول لي اكس ايش قد يعطيني 44 انا قلت له لا 0.9 هي قيمه مرجعيه احسن معروفه فبمكان الواحد كنت اعطيته 0.9 خليته يبقى 52 هو استخدم 1% 58 اكو تيبل هذاك ايش قد يخلي ايش قد يعطيك فريزنج بوينت ديبريشن مثلا ايش هاي معروفة هي تحفظ أنا يعني هي كلها تحفظ فتطلع طبعاً 0.076% أو تقدر تقول بهاي الحالة 0.076 جرام هو المحلول 100 ميل بس تنتبه وين الترك ممكن خير هو أثر نجيب هذا الترك إذا كان الحجم ما 100 ميل لا طلع بيرسنت بعدين إذا كان الحجم 10 ميل فتقول لا 0.076 جرام إذا كان 1000 ميل 7.6 جرام لأنها برسين قسم على الحجم ما هو مشكلة بس تغير الأحجام ها تغير الأحجام؟ إيه سنة سنة أنت ده ما نرجع على السؤال دكتور السنة تقول البلغام البلغام هوما أنت نعطلك هوما صوديوم كلورايد يعني إيش خذ تضيف بعيد تنزل عشقة توزن بالخلف هذه الحالة هذا المحلول السؤال هو 100 ميل نسبة هي نسبة مئوية برسنتج فطلع الناتج بالسؤال مثلا 0.76% إذا هي 0.76% إذا نسبة هي يعني هي بالحقيقة أشنو؟ هي 0.76 على يعني كل 100 جرام فإذا هي 0.76 جرام بس أنا إذا لو المحلول هذا ما 100 ميل قطرة قطرة عشرة كبيرة ممكن بها 10 ميل فأنت ما طلعت 0.76 قول 0.76 جرام على 10 for each 100 ميل لأن
هاي رجعت تكلمت. So for each 10 mil ايش قد نحتاج؟ 0.076 جرام. ترى وش نخلص من 100% بعدين نقسم على 10 بالضبط. اخلص النسبه حتى تطلع واضحة الطريقة الأولى؟ أشني ما ليه؟ خلاص هاد قصد كي نغير الحجم قبل ما نبدي. مثلاً 90 مل. بس بالأخير. بس بالأخير تغيرين نسبين هو أش يعطيكي؟ لأن هذه نسبة. تطلع هي بالضبط تسوي لي تطلع هي بال 100 مل. اي يعني هون اي ناتج راح تحليه بهاي الطريقه بهاي الخطوات راح تطلع لك ضمن 100 مل. اذا كان السؤال 100 مل خلص بس تقول بعد ما تطلع برسنتج اذا هي اصلا تساوي هالقد لانه هي برسنتج ايشني لكل 100 مل 100. لكن اذا كان مضاعف 200 300 في 2 في 3 اذا اقل اخذ فاكتور مثلا ال 10 مل اعمل دايليوشن فاكتور واقسم على 10. هاي يعني سهلة وأتوقع إن شاء الله أنا يعني هذه فهمة هي بس أنا أقولك هذا ما أفضل تعب العين لأن أوروبا إحنا ما نجيب تيبل تأخذ وتينا المرجعية أحسن شو هذا السؤال 52 هاي سيبلوها يمكن لأنه تقييم المرجعية مو السالب ماينس هي ماينس أنا إيش نقول إيش عن دول ينقيس خلي ماينس إيش راح يفرق مع وين فهذيك هم ماينس الجوة هو point depression أي مادة ضعيفة على محلول يعفو تعفنوا يعفو أحسن من النار جدادنا يعني بلا ما يعفون هذا يصير freezing point depression خلون بعض المواد ما يلدوها مثلا تتجمد كلش خلون معاها عفوك أحسن من النار يعفو بيخلون مثلا ملح هو الفكرة أن أي مادة ضعيفة على أي مشكلة قلل درجة الانجماد مادة فلهذا ما قلل صوديوم أو صوديوم كلورايد وفلت ميكروي هذه ما راح جسمها يعني بس أقول لا أنا هون بس راح أشرح الإي فاليو الإي فاليو استخدمها فعرف مين جد أشوف هي الإي فاليو هاي مهمة الإي فاليو أنا بكل مركب أخذنا إحنا عندنا راح أجيب مادة معينة خليها أحتاجها بس بالنسبة 1% الاي فاليو يعني 1% او 1 جرام من هذه الماده ايش قد يكافئ من ال NaCl راح اجي عليك مثال تبين افضل صوديوم كلورايد مثل هاي هو نفسه ايش قد نضيف صوديوم كلورايد بس الاي فاليو هذا ما مطلوب القانون الرياضي طبعا هو تعرف حتى اقل لك مين جاز 17 بس يعني انت ما مطلوب احنا عندنا ال NaCl ايش قد المولكيولر ويت ماله17 بس ما أعرف كالكوليشن فور ديتيرمايننج أمونت إن إي سي إل هاي خطوات طريقة الحل كالكوليت ذا كوانتيتي أوف إن إي سي إل نيدد تو ريندر أن إيكويفالنت فوليوم أوف ووتر تو سوليوشن إيزوتيرمي اللي هي 0.9 جرام يكون 100 مل أنت وش تقول أنا عندي 100 فهنا لهذه الكلمتين سؤال جميل هي تقول أنه إذا عندي 200 مل من البداية أحسب تعمل التنسيب بالضبط عند 200 مل قول انا 0.9 مين جرب تعمل التنسيب فتغير خطوه التنسيب الى البدايه نعم ممكن بس بدك خير افضل واحد زيه يعني بالحالتين هو صح الفكره صح تعمل التنسيب ايش الهاي 0.9 تكتب 100 مل تعمل عند 200 حسب هاي على كالكوليت ذا كوانتيتي اوف ان اي سي ار نيدد تو ريندر ايكويفالنت فوليوم هون يعمل التنسيب قبل
الحل multiply the quantity of the selected e values multiply the quantity of each drug in the prescription by its e value subtract the result. هاي الطريقة الثانية يعني نجي عليها. هاي طريقة حساب الـ e value. أنا ما أقول طريقة حساب الـ e value بس الـ e value تدخل بالحسابات إحنا نعطيك هي القيمة استراتيجية اللي هي مطلوبة. أنا أقول لك الـ e value مال فلان drug هالقد، الـ e value مال فلان compound هالقد. فتعرفون هاي اسم من تجيب إيش هي الـ e value، بس إحنا ما راح نجيب عليه هي سؤال بحد ذاته. أحسب الـ e value مال فلان مركب مثل ما هو في المهم. المثال التالي: a solution contains 1 gram of ethidrine sulfate in volume of 100 ml. هذا أيضا يعتبر صوديوم كلورايد equivalent method. نفس بعد لحد الآن عم نشرح الطريقة الأولى، بس طريقة الحساب تختلف عنها. الطريقة الثانية لا، بعد ما جينا لحد الآن هذا الطريقة الأولى اللي هو عندي مادة معينة هي وزنها 1 gram. E value مال 0.23. What the quantity نفس عملية أشقد أضيف لـ NAC أضيف حجم نهائي ما بعد بقدر أعرف الحجم. الطريقة الأولى يعني تضمن عدم التلاعب بالحجم نهائيا، إنما أشقد أضيف من مادة عليه. الطريقة الثانية لا، حضر حجم ما هو الحجم النهائي يكون آيزوتونيك أضيف عليهم آيزوتونيك سوليوشن. آيزوتونيك سوليوشن حتى أوصل لا أوتر واحد يرجع ما نعمل تون هو آيزوتونيك 7 10 نريد أعمله 50 فهذا يعني بيقول عليه ووتر امر جاي فاضي بس ما يعني اضيف يعني ممكن يعني اضيف هذا وخلاص بس تجيب هذا الجاي دكتور الوتر راح يخففه ايه دكتور يعني خلي نفس المادة هاي ما يستمع ليش ما انت على كل اذا راح نجي عليها الطريقه الثانيه الطريقه الثانيه حضرت اول جزء من المحلول عملت ايزوتونيك بدلاله الدواء يعني هو الدواء يكفي هبقى الحجم اللي تعمله ايزوتونيك والباقي الحجم نضيفه ايزوتونيك سوليوشن اللي هو بس ما يصير ما تبقى تضيف الدواء بس احنا نزال نتكلم على الطريقه الاولى هاي ايضا جدا سهل بس خلي افهمك عندي جرام من الايثيدرين الاي فاليو 0.23 ان 100 ملي وات كوانتيتي اوف صوديوم كلورايد ماست بي ادد تو ميك ذا سوليوشن ايزوتونيك هذا السؤال ايضا حلو ممكن يعني أو يخلط ماء NaCl. How much dextrose would be required? ما عندي NaCl. في هذا الخرطوم ما عندي NaCl. Dextrose. سكرمين ما نسكرمين. هاي إيش نحسبها؟ إيش هذا ضيف؟ باعتبار الـ E value. فخذ الاستخدام الـ E value. إيش راح تعمل؟ هون هي عملنا يعني المادة الدوائية نحولنا أو هون هو أعطاني معلومة. ما أعطاني E value. 1% تعمل لي هالقد على كل اللي قلته في property. وانا ما كنت قلت بروبرتي دلالة الاي فاليو ايش استخدمها اضرب الوزن في الاي فاليو حتى اعرف يعني الويت multiplied by its e value راح ايش يعطيني هو راح يعطيني اشقد برسنتج لا ما تقول اشقد برسنتج هذا الدواء ممكن يخفض لما المفروض 0.9% او المفروض 0.9 جرام للتسهيل راح اشقد هذا الدواء بالوزن اللي بحضر بينه بالاي فاليو ماله هو اشقد يسد مسد من 0.9 جرام إفيدرين سلفيت أنا احتجت أحط 1 جرام والإي فاليو ماله 0.23 إذا 1 × 0.23 = 0.23 جرام دكتور هذا كافئ أو 0.9 ما يكافئ 0.9 هذا الكافئ يعني أشقد يكافئ من الـ NaCl هو هذا الـ NaCl equivalent العدد قيسه هسه هذا الوزن من هاي المادة مع الـ E value ماله أشقد كافئ من الـ NaCl إذا NaCl equivalent weight في E value يعني جرام واحد كافئ 0.9 جرام كامل من هاي المادة مع العلم أن NaCl 0.9 كافي هذا ضفت
جرام كامل بالضبط ومع ذلك كافأت 0.23 فقط من الـ ACL من ناحية إيش؟ من ناحية الأوزموتيك بريشر، ما عندنا قارنة من ناحية الصيغة العلاجية أو ما في كأوزموتيك جرام من مادة الإفيدرين سلفيت كافئ 0.23 جرام من الـ NACL. إذا how much NACL must be added؟ 0.66 بالضبط 0.9 minus 0.23 هو نطرح 0.67 كليا هسه راح يجينا اكثر من ماده لا هاي حاليا عم نحكي على دواء بماده فعاله وحده افيدرين سلفيت افيدرين سلفيت جرام منه يكافئ 0.23 جرام من الـ NACL مع ان هذا الدواء حجمه 100 ملغ اذا ينغادر 0.9 جرام من NACL فالدواء بحجمه ما يكفي وما تغذي اضيف بعد دواء هو تركيز معين كميه معينه 0.9 minus 0.23 طلع 0.67 جرام من NACL أضيف على القطرة حتى يصل تصي هاي القطرة وهذا المحلول أيزوتوني أيزوتوني يعني فرق فرق بينهم بالضبط هسا السؤال هو فرع ثاني قال ما عندك NACL راح تخلي ستروز اللي بالضبط راح أعمل نفس الحل اللي استخدمتون نوعا ما مو نفس الحل بس الفكرة الأولى اللي حلينا بيها هاي هوني هم طريقة نسبة وتناسب أنا هون إيش لهذا كان ضروري هو يعني حسبنا بالخطوة الأولى طلع عندي 0.9 minus 0.23 0.67 جرام NACL هذا 0.6 جرام NACL إيش قد ديكستروز هون يفيدني الإي فاليو الإي فاليو هو عطيتك إياه السؤال ما تفضل ولا إي فاليو لأنه ما حد يفضل صوديوم كلورايد إكويفالنت أوف ديكستروز إز 0.16 يعني إيش معناته لكل واحد جرام ديكستروز يعني أنت راح عمله يعني هاي ما غلط عملت إيش هم طريقة يعني طريقتين إنه هي نسبة وتناسب كل واحد جرام من الديكستروز كافة 0.16 هو على الأساس على هذا نفس الفكرة زين اذا انا عندي ال1 جرام تكافئ 0.16 او 0.67 جد احتاج بالضبط 0.67 ايش قد احتاج من الديكستروز فدهاني انا اخلي كل ماده انا طريقه اخلي كل ماده هي بس حتى ما اتوقف هذه مع ارقامها مع نفسها هذا مكافئ الكلورايد هذا الرقم هو الاي فاليو هو مكافئ الكلورايد ان اي سي ترى يعني للسؤال غير ما رد من NACL. قال ديكستروز خلك معه. جيت تخلي. نقص من 0.9 ونطبق القانون هذا. لأنه ما كان 0.76 مو موجود. لا بلى 0.76 0.67 0.67 إحنا طلعناها بالخطوة الأولى. هو أقول لك يعني نقص من 0.9. إيه. وبعدين طبق هذا. إيه يعني هو الحل متتابع ومكمل لما عملناه بالخطوة الأولى من السؤال. إذا غير. إيه. فهذه 0.67 هذا الواحد جرام يكافئ يعني هو تعرف شو معناته الاي فاليو الواحد جرام من الديكستروز ينطيني 160 بمثابة 0.16 من الـ NACL حتى بشكل صحيح بس انا اغير 0.67 ايش قد يحتاج الديكستروز 4.2 جرام من الديكستروز اضيف على هذا المحلول حتى يصير ايزوتوني الـ NACL واضحة هاي؟ عيدة راح أقول بشكل جدا سريع الفكرة وما بيها إذا أنت عندك طريقة الإي فاليو أنه كل مادة إيش معنى الإي فاليو لا لأنه ما حد يجيب سؤال أبدا وذاك القانون بس ما بين عينه الكرام أنه الإي فاليو هي قيمة مكافئ الـ NACL كل مادة كل جرام منها إيش قد يكافئ إيش قد يعطي أوزموتيك بريشر بمقارنة واحد جرام من الـ NACL واحد جرام مثلا من الديكستروز يوا عادل 0.16 جرام للان اي سي ال انا عندي قبل ما ابدا اشتغل اي ماده عندي هي ماده دوائيه بالمحلول هاي الماده الدوائيه احسب دلالة الاي فاليو مالها هي ايش قد عملت لي اوزموتيك بريشر اطرحه من ال 0.9 القيمه المرجعيه يطلع لي هذا ايش قد ان اي سي ال لازم اسالك ما كان اكو ان اي سي الديكستروز نسبه وتناسب 1 جرام من 0.16 انا احتاج 0.67 ما احتاج 0.16 انا احتاج اكثر دائما حتى من الحل
مع نفسك هذه القوله يعني حتى خاف تصير اخطاء فانطلع الحجم اقل من 0.9 يقول انا ماده الاي فاليو ماله اقل من 1 من مالينيه سي ال او اقل من 0.9 وانا محتاج منها لازم احتاج منها اعلى من هذه القيمه المفروض اضعاف اضعاف للديكستروز اضعاف للديكستروز وعلى الاغلب اغلب المواد ما تمدي بكفاءه الاي سي ال على الاغلب اغلب المواد الاي فاليو ماله 0. something نحتاج منه كميات اكبر هاي خليها بعد دائما المادة العوض عن اي سي ال نحتاج كميات اكبر من المادة البديلة حتى نصل الى ايزوتونيك سوليوشن اخيرا كلاس 2 ميثود اللي هون يشتغل معنا كلاس 2 ضيف ايزوتونيك فانا اعمله هو المحلول بحجم ثابت صغير اشكل اشكل تونيسيتي منه مقارنة يكسب في وايت فينسنت ميثود اللي هي كلاس 2 طبعاً addition of water to the drugs to make an isotonic solution. ها يعني عندك مادة دوائية راح تذوب الماء اللي هي عندك إلى أنه أشتغلت هاي المادة تحضر منها حجم isotonic والباقي تعمله isotonic solution. هسا نجعل بالتطبيق العملي أفضل. كقانون طبعاً هاي قيمة ثابتة حسبوها أنه ال V يساوي weight في E value نفس ذاك القانون. ويت في الاي فاليو بس ملتبلاي باي 111 هذا كونستانت ثابت ريبريزنت ذا فوليوم مليليتر اوف ايزوتونيك سوليوشن اشوف اني هذا البي هاي مهمه هذا الصفر فوليوم ان مليليتر اوف ايزوتونيك سوليوشن اوبتيند باي ديزولفينج 1 جرام اوف صوديوم كلورايد او الماده الدوائيه يعني هاي طريقه ثانيه ميك 30 مل مجموعه 30 ميك 30 مل حضر هذاك اللي عندك لو حجمه هذا جاهز حاضر ما منها وضعه خالص بس نريد نضيف لنا عين واحدة فانت حضر لي محلول حجمه 30 مل تركيب على ان يكون تركيب البروتين بين 1% علما انه الاي فاليو للبروتين 0.22 طبعا على ان يكون ايزوتونيك وذ ذا بودي فلويد انت هون ايش راح تعمل؟ هون راح تقيس الفوليوم اللي البروتين هو اللي يعمله ايزوتونيك بعد اشتغل اضيف له حجم تكمله من المحلول فالتطبيق مباشر في الويت معطي السؤال قال الويت لا ما اعرفه طيب مين يحتاج نسبه تناسب 1% من البروتين هيدروكلورايد 1% من ال 30.3 في الاي فاليو للبروتين في الكونستانت 111 7 مل نحتاج 30 مل اذا راح ادور بروتين هيدروكلورايد 7 مل اوف ووتر ووتر اللي هو راح يعمل هذا الووتر ايزوتونيك هذا البروتين لا 1% بروتين او هاي 3.3 جرام بروتين 7 مل ووتر صار ايزوتونيك فانا هذا اغير يصير 30 مل فاضيف addition of 23 مل اوف ايزوتونيك سوليوشن to the finished product. هاي أسهل وحدة يعني. أسهل وحدة هاي الطريقة. لأنه أنا هاي أحسب بدلالة حجم فقط. حجم هذا الدواء يكتفي يعتقد هو ده يصير مسدي. والباقي لازم يكون محلول جاهز أيزوتونيك ينضاف عليه. هاي 1% نقول 1% في طبعا أو يعني في هو ما هو صح في هذا ويت باي فوليوم. كل 100 مل 1 جرام فأنا عندي 30 مل 0.3 جرام من البروتين هيدروكلورايد هذا نفسه بس أشنو أنا ما كل المواد الدوائية تجي منها مادة دوائية وثائر ربما عندي أكثر حافظة لا حافظة ممكن نعم بالضبط ممكن تعرف ها طبعا سهوني وإذا واحد بيك ما أعرف بس إذا واحد مكنن أكو بوريك أسيد وهي هذا خلاصة مع خلص إن شاء الله بس دكتور ما بين بوريك أسيد نحسبه عندنا بسروه 0.9 يعني هو أصلاً ما يصير هو ما عنده بسروه بدي أقول ما قلت أنت بداية المحاضرة دكتور ما يصير أنت قلت إيش قلت ما أضيف ما راح يصير يعني راح يمفض البوريك أسيد ما ينفع قلت بدي قبل المحاضرة وصلت له هذا يعني السريع البوريك أسيد بالبلاد بالسيرام البلاد سيمي بيرميبل ميمبرين اكثر سوليد لكن بعض المحاليل الاخرى مثلا للعين تشتغل على العين يعمل اوزمونيك بريشر عليها
بنحسب بنحسب مع بعض المواد. هتقول لي انت بتجيب لنا؟ لا انا ما راح اجيب شيء يعني ما راح اجيب ما راح اجيب هذا الشيء رياضي بالرياضيات ما راح اجيب. بس كمعلومه انه تعرف البوليك اسيد اذا ينعطي باريترايت ما يحسب حسابه واذا ينعطي اوثامين. لكن اذا جاك شيء رياضي طالما ماده ويعطيك الاي فاليو ماله فما الخص لا حساب. بس هي زي تحب اللي يقرايس يعني يقرا عليها هو سبحان الله. هذا البوليك اسيد بالذات مع الباريترايت سوليوشن السولفنت ويعبوا السيل ممبرين. لكن مع اللايننج مع الميوكس لايننج مع الاي يعمل اوزماتيك بريشر ولو قيمه معينه فلا يؤخذ بنظر الاعتبار. فهون عندي مادتين في ناسين بس ممتاز يعني دكتور يعني حسب احنا اذا نشتغل قطره عين نحسب حساب نحسب حساب بالضبط. البارنترال سوليوشن بس كرياضه انا ما راح اجيب لك وبعد تطلع معه البارنترال لا ما راح اجيب. بس هي كمعلومه بين البوليك سوليوشن ايزوتونيك وانا عندي مادتين فقبل ما اضرب بالكونستان كل وحده لها في كانما القانون ايش صار؟ الاهتمام اللي عندي كانما صار V equals E1 weight 1 plus E2 weight 2 ملتي بعد ما اخلص عمليتها multiply by 111.1 الكونستان. واضح؟ هذا الاختلاف البسيط ما بين اذا كان عندي اكثر من ماده عن ماده واحده طريقه الوايت فينسنت ميثود. فهو ايش يعمل؟ عند الماده الاولى في ناتشين هايدروكلورايد 0.6 اخذها من الوصفه الماده الاي فاليو احنا نعطيك بي يعني وين السؤال مكتوب بس هي تعطى. قال لك الفينا علما انه الاي فاليو للفيناسين 0.2 الاي فاليو للبوريك اسيد 0.5 تضرب فيطلع في 18 مل. The drugs are mixed with water to make 18 ml of isotonic. طبعاً هذا السؤال هو ما هو يجي تحضر prepare 100 ml of the solution. فإذا تقول ليش كذا ضيف isotonic solution 100 minus 18 ml من الايزوتونيك حتى يصير المحلول النهائي isotonic. دكتور هاني خلص؟ دكتور هاني خلص؟ سبروز مثل ما أطلب من لازم تروح تدرام.